حضر سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة السيد كليمنس أوغستينوس هاتش سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة الذكرى 33 للوحدة الألمانية وبحضور عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين المعتمدين لدى مملكة البحرين. وبهذه المناسبة أعرب سعادة وزير الخارجية عن خالص التهاني والتبريكات لحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق بمناسبة الاحتفال بمرور الذكرى 33 ليوم الوحدة الألمانية، معربا عن تهانيه للجالية الألمانية في مملكة البحرين. وأكد وزير الخارجية عزم مملكة البحرين على تعميق العلاقات البحرينية الألمانية وتوسيع الشراكة الاستراتيجية في مجالات جديدة ومتنوعة من أجل تحقيق المصلحة والمنفعة المتبادلة لكلا الشعبين الصديقين، منوها بجهود سعادة السفير الألماني في المملكة وحرصه على متابعة تعزيز علاقات الصداقة بين بلدينا. نحتفل اليوم على مرور 33 عاما بيوم التوحيد لتكون الدولتين الألمانيتين في دولة واحدة في ظل المصالحة الحرة، ونحتفل أيضا على مرور 50 عاما من انضمام الجمهورية الألمانية إلى الأمم المتحدة بجانب مختلف الدول في العالم. وخلال هذه الاحتفالية نشير إلى العلاقة البحرينية الألمانية في مجالات متنوعة وعديدة من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة بين البلدين الصديقين. هذه المناسبة نهنئ يعني الشعب الألماني بهذه المناسبة، وإن شاء الله الله يعودنا ونشوف ألمانيا دائما في سلام وحب وأجواء من المحبة في ظل يعني السلام العالمي اللي تشهدها المنطقة.